سال ادي الكابتن ابراهيم حسن قاعد مع عماد المندوب بيتكلموا هما وطارق سليمان مشاورات في غياب العميد وحسن مصطفى ووليد بدر. موجود الكابتن ابراهيم حسن مدير الكوره، كابتن طارق سليمان المدرب العام، والكابتن عماد المندوه مدرب الحراس. تدخل كان من رؤوف مع اسلام جمال اللي بيقدم مباراه كبيره الحقيقه في دفاع نادي الاسماعيلي، وكانه عايز مباراه الوداع تكون